بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 20 من الكتاب 24، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، لقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمن اللي هو ذكرك صدقتك للفقير على سبيل التبكيت، ده اسمه المن. تذكره بما تصدقت به عليه على سبيل التبكيت والتوبيخ. أنا لحم اكتفك من خيري، أنا أنفقت عليك وكنت ما تسواش، أنا اللي ربيتك وديتك يعمل فيه كده، أو دي من يبقى أنفق عليه سنين ورباه من صغري، يجي يقول الكلمة دي كل اللي عمله الخير ده مسحه مسكين، فهم؟ أنت ربيته خلاص لله بقى، يوم أول ما يعمل مخالفة يبتدي بقى يبكته بقى ويذكره بإيه؟ بما أنعم عليه، مع على سبيل التبكيت والتوبيخ. يبقى هو ده المن، فهمت؟ ينطبق على الوالدين لا، الام ما تعملش كده، والاب الا اذا كان الابن بجح يستاهل، واخد بالك؟ عمر ما الاب والام يمنوا على ابنائهم بالتربيه الا اذا يعقوهم، بس اذا عقوه، فانت ما توصلش الامر لهذا. المفروض انك انت تعمل الخير وترمي البحر زي رأي المصريين، يعني اعمل الخير وانساه، فما تنتظرش شكر من ابن آدم، لا تنتظر شكر من ابن آدم. هو ربنا ليه خلق ناس تنكر الجميل؟ عشان تعلمك الإخلاص. ما هو إنكار الجميل ده نعمة، بيعلمك الإخلاص. لكن لما يجي تعمل خير في واحد وطول النهار يشكرك، طب ما خلاص دي مكافأة. لما تعمل خير في واحد وبعدين يأذيك تقوم تبتدي انت تزعل، يبقى انت كنت بتعمله ليه بقى مش لربك، تقل زعلك، فهمت ازاي؟ فنكران الجميل بيصحح نيتك. انا المفروض ان انا بعمله لله، ما انتظرش شكر من ابن ادم. يبقى اللي بينكر الجميل ده ايه؟ خدمك في نيتك، فهمت بقى ازاي؟ نكران الجميل يعينك على الاخلاص. عشان كده المصريين لخصوا القصه دي، يقول لك ايه؟ اعمل الخير وارمي البحر، يعني انساه، لا تأمل ان يرجع لك منه حاجة تاني، اتركه عند ربك، فهمت بقى المعنى؟ فلا الراجل يمن على زوجته انه بيحسن اليها، ولا الزوجة تمن على زوجها ان هي بتعمل له الاكل ومش عارف تربي له العيال، ولا كل واحد يعمل الحاجة وهو ساكت وقول يا رب، فهمت؟ ما يقعدش بقى يتكلم كتير، لان في الحقيقة اللي بيعمل مين؟ ربك، هو الذي يخلق العمل على جوارحك، فانت ما عملتش حاجه، ده لا حول ولا قوه الا بالله، ده الفاعل هو الله على جوارحك، فهتمن على ايه؟ باب. وما جابش يا اخي سبحان الله حديث الامام البخاري في المساله دي، يعني ايه؟ ذكر الايه وسكت، كانه لم يصح عنده حديث على شرطه في هذا الموضوع واكتفى بالايه والايه. لكن الامام مسلم ذكر حديث في الحته دي، صحيح مسلم، ان ايه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة يعني يكونوا أبغض ما يكونون عند الله، اللي هو المن بصدقته، وإيه؟ وأفتكر لك أنا الحديث ذكره الإمام القسطلاني، نجيبه لك برضه لطيف علشان نفتكره مع بعض. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف، والمسب الإزار. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني إيه؟ يعني يهملهم، لا يكلمهم كلام إيه؟
بشارة يعني، لأنه ربنا برضو هيكلم إيه الكافر ويلومه، مش كده برضو؟ لكن هنا لا يكلمهم يعني نفي كلام على سبيل البشارة. لا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، الذي لا يعطي شيئا إلا منه، كل ما يعمل حاجة إيه يفكر الناس بيها. والمنفق سلعته بالحلف، التجار بقى اللي طول النهار قاعد يحلف عشان ايه، والله دي احسن بضاعة وهي اسوأ بضاعة، والله دي ارخص حاجة وهي اغلى حاجة، واخد بالك، ويقعد طول النهار كده، والله جالي فيها مبلغ كذا وانا ببيعها لك بالنص، طول النهار قاعد اهو. ده برضه ربنا ما يكلموش. المنفق سلعته بالحلف، والمسبل ازاره تكبرا يعني. ده الحديث اللي ده كنا قرأناه في صحيح مسلم زمان. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. يعني إيه ما تأخرش بقى؟ ناوي تتصدق بقى؟ ما تأخرش، ما تكنس وتشيل عندك، طلعها على طول في يومها، ده على سبيل الاستحباب. وعن أبي قال حدثنا بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح الحديث 51 بعد 400 والألف، قال حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. يعني النبي صلى العصر مرة، عادة النبي لما بيصلي بيقعد شوية كده يختم الصلاة، يذكر ربه، يتلقى ايه اي حد يكلمه، يقضي حاجة الناس، لكن المرة دي صلى العصر وانفلت الى بيته على طول، فتعجبوا وبعد شوية رجع فسألوه ايه اللي حصل، خير ان شاء الله؟ قال كنت خلفت تبرا، التبر يعني ذهب في صخرته في ترابه لسه مستخلص، كنت خلفت تبرا في بيتي فتذكرته فقسمته ثم جئت على طول، حتى مش يقول طب اما خلص الصلاة اما اختم الصلاة. شوف قد ايه يعني لا يحب ان يكون في بيته ايه صدقة محبوسة صلى الله عليه وآله وسلم. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. التحريض انك تحث الناس ان يتصدقوا، تحث الناس بقى، حرضت الناس يعني حثثتهم على فعل الشيء. وعن أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد، يعني بعد صلاة العيد، فصلى ركعتين اللي هي صلاة العيد، لم يصلي قبل ولا بعد، يعني لا صلى سنة قبلية لها ولا سنة بعدية لها، لأن صلاة العيد بتصلى في الإيه؟ في الخلاء، والخلاء لا تحية مسجد فيه، فيروح على طول يصلي، ولما ينصرف من صلاة العيد بيخطب، وبعد ما يخطب إيه ينصرف، ما فيهاش سنة بعدية، عشان كده قال إيه؟ لم يصلي قبله ولا بعده. ثم مال على النساء، ثم ذهب رسول الله إلى جهة النساء حتى يكلمهم. ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة. القلب اللي هو السوار اللي حوالين المعصم، القلب، والخرص اللي هو إيه حلي الأذن، الحلقة، ما تبقى الحلقة في الأذن حلقة كده يسموها إيه خرص، حلقة الأذن من الحلق، والقلب اللي هو السوار. وعن أبي قال حدثنا موسى اللي هي الغويشة، بلغة المصريين سموها إيه؟ غويشة يا سيدي، واخد بالك؟ اللي بيلبسوها في إيدهم. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه اللي هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا،
ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. يعني لما يجي له سائل يقوم يشفع له، يعني حتى لو ليس عندك تقوم ايه تطلب من الاغنياء انهم يعطوه، تبقى انت شفعته. يعني افرض انت جالك سائل وانت ما عندكش امكانيه، ما فيش مانع تدله، تقول له والله يروح في جمعيات خيريه هنا عنوانها كذا، جمعيه رساله، جمعيه قرمان، جمعيه ايه مصر الخير، طب روح بتاع بنك النصر الاجتماعي، طب بقول لك فلان ده جاري كان بيزود زكاة ماله روح له. يعني تدله على حاجه، مش شرط تديله، يعني واشفعه وتؤجره. وممكن تكلم له حد يكون واحد صديق ليك بيقول لك ما تعرفش واحد فقير انا عندي اموال عايز اوزعها، تقوم تقول له اه ده فلان ده صديقي لسه مكلمني تليفونه، اتصل بيه وقول له انا جاي لك من طرف فلان. هي دي اسمها، كل دي اسمها شفاعه. فهمت ازاي؟ اشفعه وتؤجره، تاخد ثواب كانك انت تصدقت عليه. إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وعن أبي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. يعني ما تقفليش على الحاجة كده وتحافظي عليها وما تتصدقيش يقوم ربنا يمسك عليك الرزق. لا توكي، الوكاء اللي هو الرباط اللي بتربط بيه الحاجة، الوكاء هو ما تربط به المتاع. فيقول لها لا توكي يعني ما تربطيش ايه على النعم اللي عندك وتحبسيها عندك، فيوكى عليك فيحبس عنك الرزق. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدته وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. تحصي يعني ايه؟ تقول ما انا لسه بقى متصدقه امبارح، مش هو كل يوم، ولسه انا مطلعه اول امبارح، هو يعني كل يوم يقعد يحسب؟ لا ما تحسبش، طول ما انت كده بتتصدق رب بغير بلا حساب ربك يرزقك بلا حساب. لا تحصي فيحصي الله عليك. وفي ناس بقى يقعدوا ايه يحسب بقى ايه، يبقى فرحان قوي بان رصيده قاعد يزيد وكل يوم يعد، مش عايز يطلع حاجه خالص، قاعد يعد عنده كم دولار وعنده كم مش عارف ايه وعنده، ويحزن قوي لما ما يزيدوش، يحزن قوي ويقعد طول النهار يعمل كده. الحاجات دي كلها اللي هو الحرص على امور الدنيا بالطريقه الزائده دي ايه نهانا النبي عنه، بل بالعكس طول ما انت فاتح ايدك طول ما ربك بيدي لك فيها. انما اول ما تقبض ايدك كده، طب حتى لو اديك هتلاقي ايدك مقبوضه مش هتقبض حاجه. فهمت؟ فاجعل ايدك مبسوطه. تجعل ايدك مبسوطه. وعمرنا ما شفنا على مر العصور الكريم المتصدق يفتقر ابدا، سبحان الله يا اخي. لكن شفنا على مر العصور الممسك مهما كسب يموت فقير. شفنا النوعيه دي كتير. لكن ما شفناش ابدا واحد كريم منفق معطاء ومتى فقير، ما شفناهاش دي، سبحان الله، امام عينينا كده ليل نهار شايفين. انفق انفق عليك، مش انت عارف الحديث ده يقول انفق انفق عليك. باب الصدقه فيما استطاع، يعني الواحد يتصدق بقدر طاقته باللي عنده دون ان يتلف ماله بالكليه، ما يخرجش من كل ماله برضه عشان ما يظهرش نفسه ايه محتاج ولا ايه الناس اللي بينفق عليهم محتاجين. النسبه متروكه، يعني لازم يبقى عندك حاجتك كمان تنفق كل مالك وتاني يوم تشحت، يعني ده يرضي ربنا؟ يعني ما خير الصدقه عن ظهر غنى، لو جيت امبارح كنت سمعت الدرس ده، واخد بالك؟ انفق انفق عليك، ايوه ده جزء من حديث القدسي. وربنا بيقول واحسن احسن كما احسن الله اليك، احسن كما احسن الله اليك، يعني كلما احسن الله اليك تحسن، يقوم ربنا يحسن اليك تاني، وخزائنه لا تنفد، كلما احسنت احسن اليك، وهكذا احسن كما احسن الله اليك. باب الصدقة فيما استطاع،
وعن أبي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله ابن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعتي. لا توعي يعني لا تمسكي، لا توكي بنفس المعنى، مش قال فوق لا توكي يعني لا توعي لا تحصي نفس المعنى. لا توعي فيوعي الله عليك يعني يمسك عنك، أرضخي يعني أعطي مما أعطاك الله، يبقى الرضخ هو العطاء. أرضخي ما استطعتي. باب الصدقة تكفر الخطيئة، باب الصدقة تكفر الخطيئة. يبقى الواحد يتعلم من هنا ان كلما عصى الله كل معصية يتصدق، كل ما يعمل معصية يتصدق ويتوب، لأن الصدقة تمحو الخطايا. وكان زمان ما شيخنا يقول لنا كده واحنا كنا لسه طلبة، يقول لك كل ما تعمل معصية طلع جنيه. أيام ما كان الجنيه ده برضه يعتبر مبلغ يعني مش وحش. أنا كنت باخد أنا التاكس، أركب التاكس من بيتي لحد الكلية كنت أدفع له ربع جنيه والراجل يبقى مزقطط. واخد بالك؟ يعني جنيه يعتبر كان مبلغ زمان. بنزود صفرين. المهم يعني كانت، وكانت تذكرة الأتوبيس بجنيه بقرش. تذكرة الأتوبيس بقرش. ودرجة أولى ثلاث تعريفة، دي بقى الأغنياء القوم يركبوا جنب السواق. وبعد كده بقت ب10 ساعات وبعد كده كل حاجه. يعني المهم يعني ايه، كان مشايخنا كانوا يقولوا لنا كده ايام ما كنا طلبه لسه بنمشي بقى مع المشايخ عايزين نأدب نفسنا، كان يقول لك اما تغتاب واحد زميلك او تعمل معصيه او حاجه طلع جنيه طلع جنيه، تلاقي نفسك كل يوم قاعد بتطلع هتفلس، تقوم تبطل بقى تسكت تقوم تسكت. فالصدقة ايه؟ تمسح الخطايا. اما يجي واحد يقول لك انا عملت معصية كبيرة، تقول له توب الى الله وتصدق، توب الى الله وتصدق عشان تمسحها خالص. الصدقة تكفر الخطيئة. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال، زي ما قاله النبي يعني بالظبط. قال إنك عليه لجريء. فكيف قال جريء ليه؟ لأن سيدنا حذيفة كان متخصص في أن يسأل النبي عن الشر والفتن، كان متخصص كده، كان يقول كان الصحابة يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر مخافة أن يصيبني. فكأي حديث في فتنة تلاقي سيدنا حذيفة بن اليمان عارفه، علشان كده بيقول له سيدنا عمر ايه، بيقول له انك لجريء، يعني انت كنت جريء في السؤال عن هذه الاشياء لنبينا صلى الله عليه وسلم ومتمكن من هذا. فكيف قال؟ قلت فتنة الرجل في اهله وولده وجاره. يعني ايه؟ يعني لما تقع في جارك او مثلا ايه تسيء لاهلك او اولادك تكفرها ايه؟ الصدقة، الصلاة والصدقة والمعروف. فتنة الرجل في اهله وولده وجاره. والفتنة هو كل ما يصرفك عن طاعة مولاك، كل ما يصرفك عن طاعة مولاك اسمه فتنة. انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنة. فاي شيء يشغلك عن طاعة مولاك هيبقى ايه؟ اسمه فتنة. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. يبقى إيه جابها هنا؟ عشان إيه؟ تكفرها الصلاة والصدقة، عشان حتة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني دي إيه؟ دي رواية سليمان اللي هو الأعمش، سليمان بن مهران. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد. سيدنا عمر بيقول له أنا مش قصدي الفتنة دي يا حذيفة،
انا عايز الفتن التانية اللي تموج موج البحر اللي احنا فيها بقى. قال ليس هذه اريد، ولكني اريد التي تموج كموج البحر، يعني فتن فوق فتنة، فتنة فوق فتنة، بحيث انك انت لا تستبين ايه حالك من شدة ايه كثر توالي الفتن. ولكني اريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا امير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال له انت الان ليه يا عمر؟ انت ما فيش مشكلة عندك، انت الفتن دي بينك وبينها باب مغلق، مش هتحصل، ما تقلقش، ما تتقلقش نفسك فيه. ليس عليك بها يا امير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب او يفتح؟ شوف بقى الصحابة فاهمين، يسألوا اسئلة فاهمين. قال قلت لا بل يكسر. قال فانه اذا كسر لم يغلق ابدا، انما لو فتح يبقى في امل ان يتقفل تاني، انما كسر يبقى خلاص. قال قلت اجل، فهبنا ان نسأله من الباب. احرجوا يسألوا مين؟ سيدنا حذيفة مين الباب في المجلس ده يعني. فقلنا لمسروق سله. قال فسأله، فقال عمر رضي الله عنه. الباب ده هو سيدنا عمر، ويكسر معناه هيقتل كمان. شوف يعني كأنك الصحابة كانوا عارفين، النبي عرفهم كل حاجة. فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني، وعمر كان يعرف ان هو الباب يعني، فعلم عمر من تعني. قال نعم، كما ان دون غد ليلة، يعني ايه؟ زي ما هو عارف ان النهارده قبل بكره. فهمت ازاي؟ يعني عارفها واضحه كده عنده، ان هو عارف ان هو باب الفتنه اللي قافله. وفعلا لما قتل سيدنا عمر، شوف انت الامور ما استقرتش، وحصل كده اضطراب لحد ما انتهت بقتل سيدنا عثمان. وبعد شويه شوف سنت خلافه سيدنا علي بن ابي طالب، كان فيها قد ايه خلاف وايه ومعاناه من سيدنا علي مع من خالفه. وبعد سيدنا علي جم ايه مقتل سيدنا الحسن ومقتل سيدنا الحسين والدولة الأموية وإسالة الدماء والملك العضوض، ثم بعد ذلك الدولة العباسية وما حصل فيها من ملك عضوض أيضا، إلا فترات بسيطة بتبقى فيها عدل، فترات لا تتعدى سنوات بسيطة في بعض الخلافات، وبعد كده ترجع تاني الأمور ملك عضوض إلى يومنا هذا. فنسأل الله السلام. قال نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني مش فزورة، هي الأغاليط اللي هي إيه؟ الفوازير، يعني الناس تبقى مش عارفة حلها. لا، ده أنا قايل له حديث واضح مش فزورة، هي حذر فزر. يبقى الأغلوطة، الأغاليط جمع أغلوطة، والأغلوطة اللي هي إيه؟ الفزورة. يسألك سؤال كده وإيه ومش معروف إجابته، يقول لك إيه بقى؟ تعرف إيه؟ أدي اسمها الأغلوطة. فبيقول له إيه؟ أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني أنا لا أتكلم بالأغاليط الأشياء المجهولة، ولكن أموري واضحة، عمر يعرفه زي ما أنا عارفه، زي ما كل إيه؟ الصحابة فاهمينه. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، يعني واحد في أيام كفره عمل أعمال صالحة، أنفق على يتيم أو خدم الناس أو شيء من هذا وبعدين أسلم، هل يساب على اللي عمله من الخير أيام كفره ولا لا؟ فهمت؟ بعض العلماء قالوا إن عمل الخير ده يؤهله إن يدخل في الإسلام، وبالتالي لا يساب عليه إلا أنه فاده أنه أهله للدخول في الإسلام. وبعض العلماء قالوا لا، يساب على الخير ويكفر عنه كل شر بإسلامه، ولكن يساب على الخير الحسنة بحسنة، فإذا أسلم صارت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث بها يعني أتعبد،
بها في الجاهلية يعني قبل الإسلام من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. يبقى هذه الأشياء أهلتك أن تكون أهل أن تدخل في الإسلام. أسلمت على ما سلف من خير. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسبت بما كسب وللخازن مثل ذلك. قرأنا الحديث بالأمس هو نفسه. طب لابد من إذن زوجها، فقالت لك بتنفق من مال زوجها بالإذن العام، حاجة اسمها الإذن العام، مش شرط إذن خاص لكل النفقة. يعني عارفة من طبع زوجها أنه لا يحب أن يرد فقير أو مسكين، عارفة كده من طبعه، فإذا غاب تتصرف على طبعه مش تستأذنه بقى، هي عارفة أن طبعه كده، يعني مش محتاجة كل ما يجي لها فقير تطلبه: قالوا عندي فقير أديله إيه وأعمله إيه وتقلقه. لا مش شرط، في حاجة اسمها الإذن العام، فهمت؟ والإذن العام بيعرف، بتعرفه منين؟ بتعرفه من العشرة، من كثرة عشرتها لزوجها تعرف أنه يحب إطعام الطعام ويحب إيه إخراج الصدقة، فده اسمه إذن عام. فتقوم تطلع هي بقى غير مفسدة، مش تطلع كل اللي في البيت بقى، فهمت إزاي؟ لا تطلع كده بالمعروف، يبقى غير مفسدة، يبقى بيسموه إيه؟ بالإذن العام، حتى لا يقول أحد: كيف تنفق من مال غيرها بغير إذنه، اللي هو مال زوجها. نقول له: لا يا سيدي، بإذنه لكن بالإذن العام. واضح؟ في الحالة دي، في الحالة دي الخازن اللي هي يبقى عندها مثلا شغالة هي اللي شايلة الحاجة في المطبخ، تقول لها: خد افتحي التلاجة وطلعي كذا واديها للي بيسأل، ده اسمه الخازن اللي هو بيعاونها، فيبقى الثواب للي أمرت ولصاحب المال وللخازن كمان اللي بيناول، كل دول هياخدوا ثواب الصدقة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. أصل أنت ممكن تأمر المساعد بتاعك تقول له: في ناس واقفين على الباب طلع لهم إيه ما يكفيهم، يوم هو بقى يطلع لهم بالعافية ويشخط فيهم ويضربهم: وقفوا طابور وأنا مش عارف إيه، واخد بالك، ويكرشهم، واللي هيتكلم بس ويرفع إيده كده مش هديله، مش في ناس بتتحكم كده؟ يبقى ده مش طيبة بيها نفسه، يبقى مش هياخد. لكن الطيبة نفسه إيه؟ يفرح بقى، يقوم ينظمهم ويديهم كده كأنه فرحان ان بيديهم. هنا ده بقى احد المتصدقين، مش يسيء بقى المعاملة الناس. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. وعن أبي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، يعني أخرجت أطعمت يعني. وعن أبي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. ونعرف الوقت أن فيه الحكومة ساعات بتطلع بضائع بأسعار رخيصة علشان الغلا، وتبعتها بقى ايه في سيارات كده، يقوم المفروض اللي بيوزعوا هذه البضائع الرخيصه ما يتأمروش على الناس اللي واقفين طوابير، والا مش هياخدوا ثواب.
فلازم يعاملوا الناس برفق، دول ناس فقراء واقفين ومش قادرين يجيبوا البضاعة بسعرها الحقيقي، والحكومة تحملت الفرق السعر وبتبيعها بسعر رخيص، يبقى انتوا كمان وزعوا على الناس بقى طيبة نفوسكم تاخدوا ثواب. فهمت ازاي؟ يبقى بيأدي وظيفته بياخد ثواب، انما يقف يتأمر ويجري بالعربية والناس تجري وراه ويسوقها ومش عارف ايه، وكل شوية حيرهم، مرة يقف هنا وبعدين يجتمعوا زحمة يروح راكب العربية وسايقها ورايح حتة تانية والناس تجري وراه، واللي يقع واللي يعمل واللي يتكعبل، ده اسمه كلام؟ يبقى كده بيعذب الناس مش بيؤدي وظيفته، فبيبقى مسكين تعبان وما ياخدش اجر بل ياخد وزر. فالاحسن كل واحد يؤدي وظيفته بطريقة طيبة نفسه، يقوم تبقى وظيفته حتى لو كان بياخد مرتب بياخد عليه ثواب عند الله، لأن المرتب ثمن وقتك مش ثمن حسن معاملتك للناس. حسن المعاملة للناس دي عبادة كبيرة، والرفق بالناس والصبر عليهم دي عبادات كبيرة عند الله، يعني تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواحد ياخد باله من مثل هذه الأشياء. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا، اللهم أعط منفق مال خلفا. ده دي دعاء الملائكة، الملائكة تقول كده: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا إيه تلفا. ودعاء الملائكة إيه مستجاب. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يبقى واحد بيدعو ايه للمنفق ان ربنا يخلف عليه اكثر حتى ينفق اكثر، والتاني بيدعو ايه على الممسك بالتلف. طب هو الملائكة بتدعو بالشر؟ لا، لان الممسك ده لما ربنا يتلف ماله يقوم يحزن ويصبر يقوم ياخد ثواب برضه، لان هو لما امسك حرم نفسه من الثواب، يقوم ربنا سبحانه وتعالى لما يتلف له ماله يحزن ويسيب الحزن يقوم ياخد ثواب على صبره وحزنه، يبقى برضه بيدعوا له برضه. طالما انت مش عايز تاخد ثواب بالعطاء، خد ثواب بالصبر على المصايب اللي هتجيلك ان شاء الله، بس هتاخد ثواب، هتاخد ثواب. فهمت بقى ازاي؟ يعني يا تعطي، يعني نفهم من هذا ان العطاء يمنع ايه؟ يمنع البلاء، لان البلاء الصبر عليه برضه هتثاب عليه. طب وايه اللي بيجيب البلايا؟ البخل، وهتساب برضو على البلوى ان شاء الله، تساب عليها برضو. يعني انت تساب، تساب اراد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. يبقى ايه؟ يبقى اعطي بقى برغبتك احسن ما يجي لك بلوى ومصيبه تقوم ايه هتاخد ثواب برضو بالصبر عليها، بس بتبقى صعبه على النفس. والمصريين لهم كلمه معروفه يقول لك: اللؤم تزيح النؤم، اللؤم تزيح ايه النؤم. يعني اما تطعم الناس لقم ربنا يمنع عنك النقمة النقم. فهمت ازاي؟ كلام المصريين العامي ده مهم جدا، لانه دي خبرة سنين، خبرة سنين واتخذة. يعني انا كنت اسمع كلمة اللقم تزيح النقم دي من امي ومن جدتي ومن جدي، واحنا اطفال كده صغيرين ما كناش نفهم، لكننا نسمعها منهم. يقول لك النقم، اللقم تزيح النقم. لدرجة ان انا كنت وانا صغير اما ابقى رايح امتحان في مادة خايف منها اروح متصدق بالسندوتش بتاعي، كنت لسه في ابتدائي، واخد بالك؟ اقوم سبحان الله الاقي نفسي طلعت الاول، ايه ده؟ واخد بالك وانا رايح خايف ليه؟ اتربينا على كده. الاجيال، خد بالك ان الكلام اللي بتقوله للاطفال ده انت بتبني فيه معاني مش هينة، كلام بسيط لكنه معاني كبيرة جدا، تعمل له سلوك في حياته. احنا طول ما عمرنا علشان كنا نسمع كده ان اللؤم تزيح النؤم، ولما تبقى خايف من حاجة تصدق ربنا يكفيك همها وبتاع، اتربينا على كده من ابائنا واجدادنا وماتنا وجيراننا. كنا اما نشوف واحدة جارتنا كان ابنها اما يعيا
تروح عامله ايه، عيش ورز ولحمه، وتحطه في العيش وتروح موزعه، تبص تلاقي ابنها يخف بعد يومين ثلاثه، ولا تودي للدكتور ولا غيره. فشفنا الحاجات دي بعينين، كانت ناس متربيه على هذا الدين العظيم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الواحد يعرف كده من ايه، اللهم اعطي ممسكا تلفا واعطي منفقا خلفا، ان الانفاق يمنع البلايا ويمنع ايه، ويمنع المصائب. فعايز تمتنع عن تمنع المصائب عنك، ادفع ثمن هذا. فهمت ازاي؟ باب مثل المتصدق والبخيل، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.